اصحى يا باشا. يا نهار ما ابيض، شاء الله. بالله عليكم في جمال كده؟ احمد الكحك اللي عاملينه النهارده هو فضل ده رقم واحد في مصر مع شيف محمد المصري. قرب وشوف يا باشا والجمال عامل ازاي. الجمال عدى الكلام، جاهز زي ما الشيف محمد بيقول، اصحى للكلام. يلا بينا، شغل فاخر من الاخر. الاخر يلا. اول حاجه في المقادير ايه يا شيف؟ هنضيف 400 جرام من الزبده الصفراء، 250 جرام من السمنه. الزبده يفضل ان هي تكون نيوزيلندي، لكن لو مش معاكي نيوزيلندي ممكن تستخدمي اي نوع زبده. والسمنه 250، والسمنه 250 بدرجه حراره الغرفه. هنضيف عليها 50 جرام من السكر البودر في المضرب كده، هنضربها مش اقل من 8-10 دقائق لحد لما تكون كريمي ولونها يفتح. فاول حاجه جاب الشيف محمد المصري كيلو من الدقيق اللي هو الخاص بالكحك والبسكوت، وقام حطه عندنا في بوله كبيره، وقام حط عليه باكو من البيكنج باودر. تمام جدا، تمام. حط 2 باكو من الفانيليا، برضو بيدوا طعم حلو قوي قوي وريحه حلوه قوي للكعك، ومعلقه كبيره من ريحه الكحك. وبعد كده راح حاطط معلقتين كبار من اللبن البودر، ودول بيدوا طعم حلو جدا، ومعلقه سمسم محمص، وقلب الكلام ده كله مع بعضه. انت ما شاء الله انت بتنعم الزبده مع السكر ايه مع السمنه. بص لون الزبده اختلف ازاي. وريني كده المعلقه يا شيف. بص الزبده بقت كريمي قوي ازاي. هتعمل دلوقتي واحد دي بقى اللي احنا ضفنا عليه المواد الجافه، هنضيف عليه الزبده اللي احنا ضربناها بقت كريمي كده، السمنه والسكر البودر بالظبط كده. الله الله، انت بقى بدات تبس بقى الكلام ده كله مع بعضه. نبس الدقيق مع السمنه والزبده اللي احنا خلطناهم مع بعض. حلو قوي الشكل ده، لحد لما يبقوا عاملين زي رمله البحر. يا ابن اللعيبه اللي ريحتها حلوه قوي. شفنا هتحط قد ايه على العجينه دي؟ هتوريني بقى العجينه دي قوامها عامل ازاي. لكل كيلو بنعمله كوبايه نصها ميه ونصها حليب كده. لكل كيلو نص ميه، نص كوبايه ميه ونص كوبايه حليب. احنا دلوقتي معانا عشان معانا مقدارين، فحاطين كوبايه ميه وكوبايه حليب. تمام، الميه والحليب بنضيفهم واحده واحده ونعجن، مش كلهم مع بعض. لا، بنضيفهم حاجه حاجه، وبعدين لما نيجي نعجن بقى نخلط كده، ما نجيبش من فوق لتحت، لان من فوق لتحت هيطلع البروتين بتاع العجين وهينشف الكحك بتاعنا. فاحنا نعملها كده او كده، ماشي. نحس ان الحليب والميه اختفوا، نضيف الجزء الثاني. ماشي، الله ينور عليك. استنى صلى الله عليه وسلم. العجينه شكلها حلو قوي ما شاء الله، اللهم صل على النبي. ايه الحلاوه دي؟ هنخلط ده بشكل دائري عشان ما تعملش عرق. بص بقى الحركه دي ما فيهاش عرق خالص. اوبا، بس ده انا بالنسبه لي ده النجاح. لو شدت معاك تحس ان هي. لما تلف لنا واحده كده شيف كده، وبصمها لنا كده شيف بعد اذنك بقى. بس انا حته صغيره كده كمان. في حاجه عملت كده ولقيتها اتشققت من هنا، يبقى هي محتاجه سوائل. بص دي عامله ازاي. اوكي تمام، ده شغل عالي قوي. اول حاجه هنعمل الساده صح؟ بالظبط. اول حاجه الساده، نكون مشغلين الفرن على درجه حراره متوسطه. شغال يا باشا ومستنى حضرتك، يلا بينا. الافران بتختلف من فرن لفرن، يعني تكون درجه الحراره متوسطه. ماشي زي الفل. التبصيمه، بص يا باشا بقول لك ايه، ولا بيشقق ولا الهوا. يا باشا تسلم ايدك يا عم الشيفات مصر. حبيبي. ايه الحلاوه دي؟ حبيبي يا شيف محمد. الله اكبر، خير الشيف محمد المصري. حبيبي يا حبيبي والله. ونسوي اول انتاجنا. الصلاه على النبي، اوعى وشك. طيب بسم الله. يقول لك الملبل بينشف لما انتوا بقى ايه، تحطوا جزء صغير كده وتحطوا كده. هنعمل ايه بقى؟ تحط جزء صغير من الملبن عشان الملبن ما يقعدش يغلي في الفرن وينشف. تمام، حطه كده هنا ملبن. تمام، بعد ايه؟ احنا كده 25 دقيقة يا شيف، 30 دقيقة. ان شاء الله. اللهم صل على النبي. ايه الحلاوة دي؟ بص 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 بص. شمم الريحة؟ ايه ده؟ ايه الجمدان ده؟ بص اللون من ورا. اصحى بقى للملبن. ها؟ للملبن. اصحى يا باشا للملبن. الله. الملبن اهو. مش قادر امتى؟ اهو. تمام، ما شاء الله. لا لا لا. جميل. افتح. يا نهار ابيض، ما شاء الله. بالله عليك في جمال كده؟ بالله عليك حد يقول لي بس في جمال كده؟ ما شاء الله.
مش محمد يا حبيبي. الله ينور حبيبي حبيبي والله العظيم شرفتني ونورتني اقسم بالله. دايما بنتعلم منك وانت مشرفنا والله دايما. اقسم بالله انت محترم وشرف ليا ان انا اكون معاك والله. ربنا يخليك. تسلم والله. تسلم ايدك بجد والله حبيبي.